بعد مرور أكثر من 6 سنوات على توقف بطولة الدوري اليمني لأندية الدرجة الأولى بسبب اندلاع الحرب، ملعب ناصر الخليفي بمحافظة شبوة يستضيف عودة الكرة اليمنية من جديد عبر بوابة أندية النخبة، حيث قسمت أندية الدرجة الأولى إلى مجموعتين تلعبان في شبوة وسيئون ذهابا وإيابا. تضم المجموعة الأولى أندية الشعب حضرموت، العروبة، فحمان، وحدة صنعاء وشباب الجيل، فيما تضم المجموعة الثانية أندية الصقر وأهلي صنعاء وشعب حضرموت واليرموك والهلال الساحلي. انطلق الدوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعد غياب أكثر من 7 سنوات عن الانطلاق، واليوم كان شرف لشبوة وسيئون باحتضان هذه العودة الكروية التي كان ينتظرها الجمهور اليمني بشغف كبير. في شبوة احتضن المجموعة الثانية الأندية، والحمد لله رب العالمين كان لنا في السلطة المحلية في المحافظة ومكتب الشباب وفرع اتحاد كرة القدم استعداد والتحضير الجيد لهذه الفعالية، واليوم الحمد لله انطلقت والكل سعيد ومشاركة. شبوة شهدت انطلاق مرحلة الذهاب للمجموعة الثانية التي تتنافس بقوة وسط متابعة جماهيرية كبيرة عبرت خلالها الجماهير الرياضية عن ارتياحها لعودة مسابقات الدوري اليمني باعتبار ذلك خطوة مهمة للدفع بالكرة اليمنية إلى الأمام. الحمد لله الرياضة انت عارف هي مبنية على السلم والسلام، وأثبتت هذا الشيء بالحد الآن. انت عارف قلنا احنا يمكن في الأسبوع الثالث أو الرابع من المباريات في الدوري على مستوى المجموعتين، ما فيش أي حاجة حصلت الحمد لله. نشكر القائمين على هذا الاهتمام بصراحة، نشكر الجمهور، نشكر خاصة احنا متواجدين في شبوة، لو تشوف جمهور شبوة متفاعل، كان الرياضة ما وقفت 7 سنين، هذا أكبر دليل إنه تقدر الدوري يقدر يستمر السنة القادمة واللي بعده واللي بعده. وفي بوادر كثير أثبتت إنه الدوري أي الرياضة بوابة لا يمكن إني تتغلق. ستلعب المباريات بنظام الذهاب والإياب، وسيتقابل متصدر المجموعة الأولى مع متصدر المجموعة الثانية في المباراة النهائية بالملعب الأولمبي في سيئون. الأندية طبعا 7 أندية هنا و7 أندية هناك، وكما تعرف يعني هناك انسحابات من بعض الأندية، ولكن إن شاء الله الأمور تمر بسلام في الأيام القادمة، وهناك طبعا تطبق اللائحة الدوري لكرة القدم، لأن الرياضة لا تدخل في السياسة وهذا هو أهم شيء يعني، فيبعدونا من السياسة في هذه الرياضة ويتركونا حالنا. يكفي كذا 7 سنين وإحنا في حروب وفي بهذلة، يعني الكل عانى والكل قاسى، ولكن الرياضة هي فن وذوق وأخلاق. يأمل اتحاد كرة القدم أن تسهم عودة دوران الكرة اليمنية عبر المسابقات الرسمية للاتحاد إلى إنعاش الكرة ورفد المنتخب الوطني بالمواهب الكروية والمنافسة القوية في المسابقات القارية والدولية، وتشريف اليمن بصورة أفضل عما مضى.